تخلي يا واحد اسمع يا شباب بعدين انا بس اعرف رايكم تخلي المجلس العسكري عن السلطه وتعيين مجلس رئاسي كويس مين اللي يحدد مجلس الرئاسي ايا كان الدكتور في هو في اقتراحين ثانيه واحده يا شباب واحد اتفضل يكون من القضاء حل هو ده الحل اللي انا هقوله بس ثواني هو الحل هيكون حل محلين يا اما مجلس توافقي بيمثل كل التيارات الشعبيه وده يبقى مجلس رئاسي مدني او رئيس المحكمه الدستوريه عين سبعه يمسكوا المرحله الانتقاليه في مده من 3 ل 6 شهور بعد بمده 90 يوم يتم عمل دستور يستفتح للشعب ماده تمام ماده مش زي اللي حصل قبل كده ومش زي اللي حصل ان 6 مواد وبعد كده لبسنا 70 ماده لا احنا عايزين ماده تمام دول حلين اي حل منهم هو في الاول وفي الاخر احنا بنطالب المجلس العسكري يبعد تماما عن الشق السياسي لانه فشل في خلال الست شهور او الخمس شهور اللي فاتوا فانه حقق اي مطلب من مطالب الثوره والسبب في ان عدم المحاكمات العلنيه وهو السبب معلش لا الفشل هو السبب في عدم المحاكمات العلنيه المحاكمات العلنيه هو محاكمه حسني مبارك شخصا اكمل المحاكمات العلنيه الضباط اللي خرجوا براءه كل الكلام ده يا جماعه بيصب في نطاق الفساد بالظبط فانت تغير منظومه الفساد الاساسيه صراحة. ماشي عندي بديل ثاني يعني انا عايز بس اقول الحاجات اللي متفقين عليها اولا مساله المحاكمات العاجله والعلنيه لكل الذين يعني اللي ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري وبالذات في حق الثوار وقتل الثوار ماشي ده كلام متفق عليه ماشي طيب دي المحاكمات دي نمره 2 اللي انا فاهمه ان الناس اللي هم الشهداء تمام اهالي الشهداء يعني يجب انهم يجدوا الرعايه والاحترام الكامل والتعويض الحقيقي والبهدله اللي بيحصل هذا كلام اتوقف وفورا دي ليها اولويه كبيره تمام. بس مش حصل انه في كلام عصام شرف الاخير انه التزم بهذا يعني انتوا مش ملتزمين انا برضه شخصيا انا ما حددتها هو التزم بالفعل وقال انا كمان ابتداء من النهارده هعمل واحد دلوقتي بقاله في المجلس في رئاسه الوزراء 6 شهور جايب او 5 شهور انت جاي هو نفس الطريقه السيئه بتاعت الضغط بتاعت مبارك وبتاعت النظام السابق لما الناس زادت وكل ما العدد يزيد تزيد الخطابات هو ده الصح هو ده المفروض يحصل اساسا انت ليه مستني ضغط مننا الحاجه ايه المطالب الثانيه قول لي بس عشان دي عايز اوصلها افرج عن كل المدنيين المدنيين المحاكمين محاكمات عسكريه ليه خالد النائب العام وجودة المالتي بسبب 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 استاذي 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 طب نكمل بسبب ان الناس اللي تم الافراج عنهم من المحاكم كان السبب الاول في الافراج عنهم مش زي ما هم قالوا ان القضاء بايظ لا لان ما في ايوه عدم كفايه الادله والرقابه الاداريه والاموال العامه اعاده هيكله وزاره الداخليه